عيناك شفاء للروح، قلبك مدينة آمنة، كلمات لا تمحوها الأيام أو السنين. فالوردة الحمراء رمزية تدوم بين قلوب العشاق، والعشاق يحيون عيدهم كما في الرابع عشر من شباط في كل عام، يحيونه بضيافة زائر ثقيل الدم اسمه كوفيد 19. روح ولا أريدك بعد، روح ولا أحطك وسط عيني، بس في القلب لا يهمك كورونا، طالما أن الحب مشتعل كمضاد حيوي في القلوب يحميها من عدوى الجفاء. قديما غنى زياد رحباني: حبك بلا ولا شيء. يتكرر الصوت في زمن تسوء فيه الظروف وتشتعل الفوضى والحروب، ليبقى الحب مصدر الأمان بين العشاق وقنديلا أخضر يضيء عتمة المدن المصابة بالملح والحرمان. يذهب بنا الكلام عن عيد الحب إلى يوم القديس فالنتاين، يوم يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض، وكانت العطلة التي حددت له تحمل اسم اثنين من الأشخاص لهما نفس الاسم فالنتاين، ويعتبرهم المسيحيون شهداء في سبيل الديانة المسيحية في بداية ظهورها. لكن أصبح هذا اليوم مرتبطا بمفهوم الحب الرومانسي، يجمع الإنسانية على كلمة الحب بمسيحيها ومسلميها والديانات كافة. فالله خالق الحب بجمال يتجلى في كل مخلوق، لا غرابة أن يتشابه الهدف والمغزى. فالشهداء اليوم بالألاف لبلاد يربطون أسماءهم بها عشق أبدي حد الموت، لكن لا يمكن أن يعشق الإنسان الموت إن لم يكن مجبورا عليه، وكما قيل: فإن من الحب ما قتل. نعود إلى الحب، موطننا الأول والأخير، رمز سعادة يصنعها جيل الشباب والشياب، يحيون في قلوبهم الحب رغم قسوة الحياة، ويبقى الحب أكثر صدقا وأكثر قوة منتصرا على لغة الموت وصوت الرصاص وشراسة الكراهية. ليبدأ الكلام ويختتم بكل عام وأنتم الحب.